مشاهدينا متابعينا الافاضل، تتواصل التحديات والانطلاقات على ارضيه هذا الميدان. ينطلق شوطنا التاسع المخصص لفئه الابكار مباشره مع المركز الاول شنداره غانم بن احمد بن ديلان المزروعي يتقدم على المركز الاول. المركز الثاني الوصولي مع دمعه علي بن خاطر بن هاشم الشامسي، والمركز الثالث دروب محمد بن راشد بن ضبعه الاكتبي قادم مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصولي مع همس راشد بن علي بن عبيد الكيبالي قادم مع المركز الرابع والاسامي قادمه، ولكن الاسامي تحركت ودروب دروب دروب اللي غيرت بهذه اللحظات وتسللت بهذا المسار. المحمد براد بالضبع الاكتبي يتقدم على المركز الاول وعلى صداره هذا الشوط مع المسار الاول مع المسار الاول في مسار هذا الشوط. المركز الثاني شنداره غانم بن احمد بن ديلان المزروعي مع المركز الثاني، ولكن دروب دروب مع المركز الاول، دروب مع مقدمة هذا الشوط مع المسار الأول مع الاندفاع الأول ومع الانطلاق الأخير مع الانطلاق الأخير تحركت. شوف شوف النوعية القادمة أيضا وصلت وصلت أيضا وتقدمت همسة راشد بن علي بن عبيد الكيبالي وصل مع همسة وصل مع همسة، ولكن دروب دروب وهمسة همسة ودروب دروب وهمسة، ولكن همسة بالأمتار الأخير الأخيرة النوعية المميزة راشد بن علي بن عبيد الكيبالي سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك أيضا دروب محمد بن راشد الضبعة. المركز الثالث الثالث اللي وصلت أيضا اللي وصلتنا هي دمعة علي مخاطر من هاجر الشامسي. التوقيت الزمني دقيقتين وعشر ثواني واحدة عشر ثانية. تهانينا لمالك همس ما شاء الله على همسة وداها المميز راشد بن علي بن عبيد الكيبالي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز الأول.